الحمد لله رب العالمين حمدا دائما أبدا لا انقضاء له. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أغاني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا لا خائفا ولا وجلا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم، فإن خير ما يتحلى به الإنسان المؤمن في حياته الدنيا اتقاء محارم الله. قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. تمر علينا في هذا اليوم 25 من شهر شوال ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، صادق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا شك بأن أهل البيت سلام الله عليهم قاموا بنهضة علمية فكرية عقائدية روحية أثرت العالم الإسلامي الذي كان في زمنهم والعصور التي أتت من بعدهم. أهم معالم اللي كان يأكدها أهل البيت سلام الله عليهم هو البعد العلمي والبعد العقائدي. استقطب الكثير من اهتمام أهل البيت سلام الله عليهم، كان يؤكد على التعليم. لذلك ورد في الحديث عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: حديث في حلال أو حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة. لأن هذا الحديث اللي تأخذه عن أهل البيت سلام الله عليهم هذا في الواقع يكون مثل الضوء اللي يضيء الطريق أمامك عندما تسير في متاهات هذه الحياة الدنيا. الإمام الصادق سلام الله عليه استطاع أن يقدم إنجازات كثيرة ما سبقته في الواقع الأئمة الذين كانوا قبله ولا اللي كانوا بعده. لا لنقصد فيهم والعياذ بالله، لا، وإنما الظرف الزماني الذي عاشه الإمام سلام الله عليه أتاح له بأن يقوم بهذا الدور المنقطع النظير. ليش؟ لأن العصر الذي سبق الإمام سلام الله عليه، العصر الذي كان قبل الإمام، كان عصر منع للتدوين. تقرأ التاريخ، حديث ما كان يدون، حديث رسول الله كان ممنوع، بل قرابة، إذا نريد نحسب فقط في المدينة المنورة، قرابة 1000 خطبة، يعني 1000 جمعة خطبها رسول الله،
أين تلك الحقب؟ أموجود. ليش؟ لأنها تلفت، لأن العصر الذي كان قبل الإمام الصادق كان من يحدث يتعرض إلى في الواقع المضايقة، يتعرض إلى التعذيب، يتعرض إلى السجون، منع الحديث واضح، منع أصلا، منع تدوين الحديث. لا، بل إجوا وشوهوا الأحاديث، يعني قال إنه شككوا في الأحاديث، قالوا هذه الأحاديث، وإلى يومك هذا التشكيك موجود. هذه الأحاديث من يقول صادرة، من يقول هذه الأحاديث صحيحة، هذا كله يصب في هذا البوثقة محاربة الحديث النبوي الشريف. طيب، الآن التفت إلى هذه القضية. الإمام سلام الله عليه كان سنة 99، يعني في القرن الأول الهجري. هذا القرن الأول الهجري، الظروف اللي عاشها الإسلام ظروف الفتوحات الإسلامية، يعني دخلت أمم إلى الإسلام، دخلت ثقافات إلى الإسلام، دخلت رؤى جديدة إلى الإسلام، دخلت أفكار جديدة إلى الإسلام. صار المسلم أمام تحديات كبيرة، هناك أسئلة حول القرآن الكريم، هناك أسئلة حول مسائل فكرية. يعني مثلا ظهرت حركة الزنادقة، زنادقة ملحدين ما كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، أي ما كانت في الفترة اللي قبل الإمام الصادق سلام الله عليه. فترة الإمام الصادق فترة الفتوحات، وجاءت الأفكار من أطراف العالم إلى العالم الإسلامي. أيضا ظهرت حركة الغلاة، هنالك كان أفراد يغالون في أهل البيت ويغالون في غيرهم، من الذي يتصدى لهؤلاء؟ ظهرت حركة المجسمة الذين يقولون بأن الله جسم، ظهرت حركة المجبرة اللي يقولون نحن مجبورين على كل أعمالنا، من الذي تصدى لذلك؟ اقرأ التاريخ. الذي تصدى لذلك هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حق للمذهب أهل البيت أن يسمى بالمذهب الجعفري. ليش سمي بالمذهب الجعفري؟ ليش ما سمي بالمذهب الباقري؟ ليش ما سمي بالمذهب الكاظمي؟ ليش ما سمي بالمذهب العلوي الحسني الحسيني الجعفري؟ لأن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه استطاع أن يبين المعارف الإسلامية، المعارف القرآنية، كل تلك الشبهات التي كانت تجي على العالم الإسلامي من أطراف وأكناف العالم، كان الذي يجيب عليه الإمام الصادق سلام الله. ادخل عليه هشام، اجي إلى الإمام، قال يا ابن رسول الله أنا عندي مشكلة. قال تفضل، شو المشكلة؟ قال إني لا أؤمن بالله. شوفوا التفتوا. أولا ذلك الزمن مو مثل هذا الزمن. ذلك الزمن الأبحاث العلمية تطرح في أروقة العلم، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا مسائل القرآنية، المسائل العقائدية، المسائل الفكرية محصورة في المسجد، في الجامع. اليوم وين المسائل العلمية مروحة؟ على الواتساب، على الانترنت، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم ماكو. زين، في ذلك العصر يجي شاب يوقف أمام الإمام الصادق ويقول له إني لا أؤمن بالله. طبعا شوف، في ذاك الزمن اللي الأمور كانت كلش منحصرة وما كانت هاي الأفكار موجودة، مع ذلك الإمام شنو الإمام استقبله، قال له أحسنت بني تعال إلي. ذاك الزمن اللي لا كان بي انترنت، لا كان بي تواصل اجتماعي، لا كان بي واتساب، لا كان بي فضائيات، لا كان بي تيارات إلحادية، مع ذلك الإمام شنو رحب بي، قال له تعال بني تعال. شنو قلت؟ قال أنا لا لحظة. شوفوا المنهج لأهل البيت شلون نتعامل مع هكذا شيء. قال لماذا يا بني؟ شوف، أول سؤال لازم تعرف السبب. أنت إذا ما عرفت السبب تقدر تعالج القضية؟ ما تقدر تعالجها. لازم تعرف
السبب الذي دعا بهذا الفتى أو هذا الشخص أم شنو؟ يطرح الإشكال. لذلك أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، أي شبهة تطرح، أول اعرف هذا الطارح شنو منهجه، شنو توجهه. مو كل شبهة تأخذوها، مو كل ما تسمعون به تأخذوه إرسال، لا، شوف هذا شنو توجهه، هذا شنو، فاسق لو مؤمن؟ إذا فاسق والعياذ بالله، القرآن يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين شوف شنو توجه هذا، زين شوف شنو مصدر هذه الشبهة. يعني بالله ويشهد، إذا إحنا تعاملنا مع كل الشبهات بهذه الخطوات تضمحل، قرائيا تضمحل. الإمام قال له ليش أنت ما تؤمن بالله؟ شوف شكد سؤال لطيف، ليش ما تؤمن بالله يا ابني؟ قال لأني لا أستطيع أن أؤمن بشيء لم أره بعيني. الإمام التفت إلى قال له أنت تشوف هذا العالم، هذه المنظومة الشمسية، القمر، النجوم، الكواكب، الأرض، هاي تؤمن بها موجودة لو لا؟ قال نعم يا ابن رسول الله، هذه قاعد نعاصرها ونواكبها، واحنا قاعد نعيش على الأرض وقاعد نشوف الشمس والقمر. قال أتؤمن بها؟ قال بلى أؤمن بها. قال أسألك يا فتى، هل هذه مخلوقة أم قديمة من الأزل؟ يبدو هذا الشاب كان ذكي، فكر، قال إذا أقول مخلوقة فبعد شنو؟ وقت حجتي وثبت الخالق، فما عندي حل إلا أن أقول أنها شنو؟ قديمة وأزلية. قال لا يا ابن رسول الله، إن هذا الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة إنما هو شنو؟ منذ الأزل. قال إذن تؤمن أنت ذلك من الأزل كان؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال لقد ناقضت نفسك يا فتى. قال كيف؟ قال أولم تقل إني لا أؤمن بشيء لم أرى؟ أنت شلون الآن أؤمنت بشيء شنو؟ ما كنت شايفه أنت، ولا كنت عاصره، ولا كنت مشاهده، شلون الآن تؤمن بي؟ وهكذا الآن لو أن أحدا يقول أنا أؤمن بأن الإنسان كان في بطن أمه، هو لا يتذكر ذلك ولا يحس به، ولم يكن قد عاصره معاصرة شعور، لكن يقدر فيه طبعا لا. فما كان من هذا الفتى إلا أن قال يا ابن رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآمن وأصبح من خيرة أصحابي وتلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه. شوفوا الإمام سلام الله عليه شلون قابل هذا الشاب، هاي المقابلة الرائعة. لو كان يجي واحدنا مثلا يقول له أنت شو قاعد تحكي، أنت شو قاعد تقول، طب من لك هذه الأقوال؟ يجي شخص آخر من الشام يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه. فهذا الراوي يقول يونس ابن يعقوب قال كنت عند أبي جعفر عبد الله الصادق سلام الله عليه، فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام وفقه وفراغ وقد جئت لمناظرتك. الإمام سلام الله عليه قال له هذا هشام بن الحكم، روح اسأله. قال أنا أريد من عندك يا ابن، إني قصدتك. قال إن غلبته فقد غلبتني. شوف شلون ربوا أهل البيت. الراوي يقول وكان هشام لم يخط ما اختطت لحيته، يعني لحيته بعدها شنو؟ ما نبتت. يعني ايش قد عمره تصوروا؟ 14 و 15 سنة ما اختطت لحيته. وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. قال فوسع له الإمام، وسع لهشام هذا الشاب، إجا قعد إلى جنب هشام. قال أناظرك. التفت هشام لهذا الشاب قال أسألك أم تسألني؟ هشام قال لا أنت أسأل.
قال أسألك يا هذا، أربك أنظر لخلقه أم الخلق أنظر لأنفسهم؟ يعني الله الرواية معتني بخلقه أكثر من الخلق معتنين بنفسهم، الخلق هم يديرون بال على نفسهم أكثر من رب العالمين. الشامي قال لا، إن الله أنظر لخلقه من خلقه بأنفسهم. فقال له هشام، يقول لهذا الشامي، قال أقام لهم الحجة؟ الشامي قال نعم، جاب لهم قرآن وجاب لهم نبي وجاب لهم رسول. قال فما يصنعون في الاختلاف؟ قال يرجعون إلى القرآن وإلى النبي. قال إذن يعني القرآن والنبي رافعان للاختلاف؟ قال بلى. قال إذن لماذا اختلفنا أنا وأنت؟ وأنت جيت من وين؟ من الشام جاي للمدينة وتريد تناقش؟ إذا كان القرآن يرفع الاختلاف وإذا كانت السنة ترفع الاختلاف فعلى ما اختلفنا؟ سكت. الإمام التفت للشامي قال أجبه يا شامي، سألك سؤال جدير جاوبه. قال ليس لي جواب، واليوم تشوف المسلمين كلهم مختلفين. سكت الشامي. قال الشامي سأنا أسألك يا هشام. قال سأل. قال الله أنظر لعباده أم الخلق أنظر لأنفسهم؟ قال لا، الله أنظر لعباده. قال هل ترك لهم هاديا؟ قال بلى، جعل لهم القرآن والسنة. قال فماذا يصنعون عند الاختلاف؟ قالوا يأتوا لعباده. ذول أهل البيت، ذول الركن الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة. التجيب لي احنا والله ما نتبع اهل البيت لمحاباه، ولا جيب لي واحد الله تبارك وتعالى في القران قال اني لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. عند ذلك ايضا اصبح هذا الرجل الشامي من خيره اصحاب الامام، والتفت الامام لهشام قال عليك به، اخذ هذا علمه وخليه وياك، وكان من خيره اصحابه. نعم، لذلك احنا لما نقول هذا الشيء ايها الاخوه والاخوات، اهل البيت سلام الله عليهم ما يجيبون شيء من عندهم. شوف اجى واحد للامام قال له انت تعلم الغيب؟ قال لقد وقفت كل شعره في راسي. احنا نعلم الغيب؟ من قال لك هذا؟ شنو هالكلام هذا؟ لاحظ، إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله، أصل علم نتوارثه كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. علومهم عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، مو علوم عادية. من هنا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول حديثي حديث أبي حديث جدي حديث رسول الله حديث الله عن الله، ما نجيب شيء من عندنا. لذلك ما أحسن من قال الشاعر، يقول إذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أخباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الله. هذا هو حديثهم سلام الله عليه. لذلك أهل البيت ولا سيما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يحابون، هدفهم كان هو إنقاذ العباد، هدفهم الأساسي هو الله تبارك وتعالى، هدفهم إنقاذ العباد. يقول علي بن حمزة كان لي صديق من كتاب بني أمية، يقول هذا الصديق كاتب يشتغل موظف عند بني أمية، قال لي استأذن لي على الإمام الصادق، فأذن له، فلما أن دخل وجلس قال له جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم.
فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، فأعظمت في مطالبه. يعني ما أدري هذا المال حلال حرام، ما أدري شو أسوي. فقال له أبو عبد الله: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم 2000 ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي من مخرج؟ قال له: نعم، إذا قبلت أخرج من جميع ما كسبت من هذا المال الحرام، جميع ما كسبت من هذا المال أخرج منه، أخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تتصدق به، وأنا ضامن لك على الله الجنة. قال فأطرق الفتى طويلا، ثم قال: قد فعلت، شعرت فيك والله لأفعلن الذي اتقلت يا ابن رسول الله. يقول الراوي: ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي على بدنه. يقول: إلى أن مرت السنين والأيام، حتى مرض وكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في حالة النزع، فتح عينه ثم قال لي: يا علي ابن أبي حمزة، لقد وفى والله صاحبك لي. الإمام الصادق وفاني ما قال لي، ومن لي الجنة؟ كأنه فتح عن عينه، فتح عن بصره، كأنه رأى منزلته، رأى درجته. قال: لقد وفى لي. ثم عرجت روحه. يقول: فتولينا أمره، فخرجنا حتى دخلت على الإمام الصادق، فلما نظر إلي قال: يا علي، وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله. قال: عند موتي. هو عندما كان في أخريات لحظاته هو قال هذا، قال: لقد وفى لي صاحبك. هذا كان هدف أهل البيت سلام الله عليه، هدفهم إنقاذ العباد. لذلك جدهم المصطفى يقول عنه: سفن النجاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسى بهم، وممن يسير في حجزتهم، وممن يأخذ عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.